ايه رحت وخبرتها لأم طلعت ولويسان، وعيونك ما تشوفيهم، يعني تحسيهم هيك ما عجبهم العجب ولا الصيام برجعوا، وخصوصا وخصوصا وقت اللي عرفوا انه ضرتك جاب 2 توم صبيان. لك ان شاء الله 5 بعيونهم هن التنتين. عقلهم رح يسوسح سوسحة، يعني وصال اغمي عليها وصارت تبكي وانا اضربها وما كانت تصحى معي. على عيونك انت مالك قوية، بس هي وصال يخرب بيتها الهي ما بنسى يوم كنت جبت البنتين شو عملت فيني؟ قال جايبتلي 3 دروع قماش بتقلي خذيهم تقبريني ساويهم حفوضات للبنات. ولا الثانية ام طلعت اللهم لا شماتة يا ربي دخيلك. وجوزها ابو فارس رجليه ما عاد حملوا. ايه ريته يروح خنق الهي، الله لا يقيمه، لك يخرب بيته ما عنده شغل غيرنا، عاملنا شغلته وعملته. احكي لي ابن حسين، احكي لي في الشيء اللي قلبي. مو بس هيك، وفجأة ابو فارس فنجر عيونه وسلت جنب البحرة. ريته يروح خنق، لولا ستر الله كانت اجته النقطة، ولولا ابنه صبحي كان راح فيها. ولسه ام تحسين لسه ما راح ينفش غليلي الا لحتى جوزي يرجع كل ورثته من ابو فارس ومن المختار ومن الباشا. لك عم يتنعم برزقنا. والله صدقتي يا خانو، صدقتي، الحق الا ما يرجع لاصحابه. ايه الله كريم. وانتي لك عندي حلوان كتير كبير، بس بدي منك شغله تمرقي لبيت ابو عزه. والله يا خانو حسيت لك انه بنات ابو عزه انجبروا جبر عن هالشي، يعني انتي معك حق انك تسحبي، بس بصراحه يعني سلكتك وصار. خلص خلص انت حسين، فهمت عليكي، خلص هن غلطوا انا سامحتهم، اذا بدك روحي لعندهم قولي لهم يرجعوا على الشغل. يلا الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك، الله يسلمك ما جبرتي بخاطر هالبنات. الله يسلمك. الهي ومولاي يطعمك من حيث لا تحتسب. تسلمي لي الهي ومولاي، يعني يرزقك. انت حسين اشربي قهوتك تقبريني مشان تلحقي. يلا تتيسري. ايه على عيني. فهيم علي فهيم. احترامي سيدي. مين يعطيني كاسة مي الله يرضى عليك تشرب ريقي. ايه شو عليه؟ لسه بده ينسف ريقك كثير خول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعطيك العافية. زكاتك فهيم، اعطيني كاسة مي نشف الدم بعروقي ونهد حيلي. كمان انت التاني شو صايركم انتو اتنين؟ خود مسيك الزازة بس تشرب ترفع راسها لفوق بتشكر ربها. سمعنا يا فهيم، حاجة فصحة. وانت يا ابو فارس قريت الوصية منيح يلي ترك لك ياها ابوك؟ قريتها منيح؟ وين كانت هاي الوصية؟ عندي بالبيت اخي، بالصندوق يلي كان ابوك مأمني عليه. وليش فتحت هو؟ هيك بتخون الأمانة؟ يا عيب الشوم عليك. ما شاء الله عليك أنت والمختار شو بتصونوا الأمانة. لك يخرب بيتكم من حالكم، نسيت جنابك، نسيت وقت اللي شهدت مع المختار أنه بيت أبي هذا إله باعه. مو بس هيك، والمختار كمان مزور حجة البيع. والألعن من هيك أنك بعت الباشا الأرض الكبيرة بعقد بيع مزور، وانت بتعرف هذا الشيء مو من حقك بنوب. مشان شو؟ مشان كان ذهب تلعب فيهم بالأمار مثل عوايدك. لك يا عيب الشمع اللي ما بيستاهي من حاله، لك يخرب بيتك من حالك. شو تركت لآخرتك ها؟ زهدي ترى صبرت عليك كثير ها؟ طول بالك أخي، طول بالك شوي. لك عيب استحي على حالك حاجة تقول لي أخي. انت بتعرف شو معنات كلمة أخي؟ لك يا عيب الشمع بس، ولك ما رح يشبع عيونك شيء إلا حفنة تراب، فهم بقى؟ هاي القصص نحكي فيها بعدين عم الشاويش، وبوجود الباشا كمان. وانت يا أبو فارس هلأ صرت تعرف تماماً إنه البيت اللي ساكنه عمي صار إله، وانت مالك في شيء بنوب، لأنه صار عنده بدل الصبي صبيين، توم صبيان، ولازم يتسجل باسمه حسب ما مكتوب بالوصية. مزبوط؟ مزبوط سيدي، مزبوط.
يلي مكتوب بالوصية صحيح. وعمي الشاويش دافع لك 20 ذهبة حق نص الحصة الأولى، مزبوط؟ أه؟ 20 ذهبة؟ إيه يا فارس، يا ابن أمي وأبي، المختار 20 ذهبة يلي ديني إياهم من مصاري أنا، وأنت بتعرف هذا الشيء يا صاحب الذمة والناموس والضمير والأخلاق. لك يخرب بيتك، إش كان أنا الشاويش فكري واليوز باشي سهري وعم تعمل فيني هيك؟ معناتها شو عمل بها للحارة؟ معلش أخي معلش، هدول يعني مشي حاله. ما في شيء اسمه مشي حاله، في شيء اسمه حقه بده يرجع لأصحابه. وهلأ هلأ سيدي؟ ايه هلأ. انت بتروح بتجيب له الذهبات تعطيهم لأخوك، وانت مختار بتجيب 50 ذهبة وبتعطيهم للشاويش، 50 ذهبة اللي حطون عندك أمانة أبو زهدي يا صاحب الأمانة. بس الذهبات انسرقوا هن والمشربية يا حلة اليوز باشي. انسرقوا ما انسرقوا ما بعرف، في ذمة ودك سددها، وإلا بخلعك فلقة، خلي صوتك يوصل لعقل والي ولاد. سمعت لك مختاري، قليل الذمة والناموس وقليل الأمانة؟ ما بكفي أن جدك عناصر المخترة من جدي عناصرك يخرب بيتكم، قوبة عيلة سرسرية عوائلية يخرب بيتكم، تقنصوا الحكاية عنص؟ لك الله يعين الحارة، شو بدك تتحمل تتحمل. سمعتوا يا ولا؟ معكم نص ساعة بس، يا بتكونوا عندي هون انتوا الذهبات، يا أما أنا بإيدي بدي أخذكم على القلعة، فهيم؟ لا 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 احترامي سيدي. تعال عندي لهون. تعرفوا هذا سيدي فهيم؟ تاخذ كم عنصر معك وما بتفارون لحتى يرجعوا لعندي لهون ومعهم الذهبات، مفهوم؟ هذا سيدي. يلا نزلك معك، نزلك امشي قدامي. يلا امشوا امشي. يلا امشي تعال ادخل امشوا انتوا. يا يلا خلص العمى قوبة نصابين. الله حي سهر، الله حي، الله حي عم الشاويش. شفت شلون؟ قلت لك الحق بده يرجع لاصحابه، يعني بده يرجع. الحمد لله صهري، قال يمهل ولا يهمل. الف مبروك، الف مبروك، بارك لك فيك سيدي. طول لي عمرك، خلينا اياك. بس انا اللي مجنني خير توم صبيان ببطن واحد. الحمد لله، الله حيو عمي الشاوي. خلينا اياك يا صهري. تفضل عمي الشاوي. اجي تفضلك. شلوني معاك؟ كتر خيرك يا صهري، والله تبيض ومش ترفع الراس.